مشاهدينا الكرام حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم في رحله جديده وفي ضيافه جديده مع برنامجكم في ضيافتهم. في حلقات سابقه كنا مع بعض في رحلات الى دول الخليج ودول مجاوره الى دول دوله الكويت. الان ننتقل الى ابعد شويه عن طريق الطائره. مده رحلتنا راح تكون ساعتين ونص او ساعتين وربع تقريبا. راح تكون الاجواء جدا جميله في هذا البلد، بلد عربي شقيق يمتاز في هذا الوقت بالذات في شهر 8 في الجو الحلو، واللي سبقونا قالوا لنا ترى الجو راح يكون جدا جميل في هذا التاريخ. اذا احنا متوجهين احنا وياكم لضيافه جديده في دوله لبنان الشقيقه، ومعروف عن دوله لبنان دوله كرم واهل لبنان اهل مضايف في نفس الوقت. نقدر نقول لكم تابعونا في هذه الحلقه وراح نكون انا وانتم في ضيافه شخص وهو في بالنا واحنا مش على بالنا. مشاهدينا الكرام، الفنان راغب علامة، لا شك أن كل المشاهدين الكرام يودون أن يكونون في حياة هذا الفنان من خلال بيته ومن خلال أعماله، والحديث أيضا في حديث نقدر نقول حديث عام نتطرق لجوانب عديدة في حياة هذه الشخصية المحبوبة التي متألقة من 20 عام وما زالت متألقة في نفس الوقت. خل رحب في الفنان ونكون في ضيافته أنا وأنتو. بخالد الفنان راغب علامة، يمكن أول طلعتك قليلة على تلفزيون الكويت ولأول مرة تلفزيون الكويت يكون عندك في البيت. والله أنا بتشرف وفخر لي أن تكونوا موجودين عندي بالبيت، وهذا البيت بيتكم، وسعيد أن نشوفكم بلبنان، هذا لبنان اللي دائما قلبه مفتوح على ضيوف اللي بحبوه. ونحن ما عندنا شك أنه الكويت بشعبها وبحكومتها، وأمير الكويت الله يطول بعمرهم كلهم اللي دعموا لبنان بعد الحرب، ولا زلنا دائما بنشوف الدعم على جميع الأصعدة. يعني لبنان هذا شيء مصدر فخر لنا، يعني بحس هالشعور الطيب من أهل الكويت. احنا سعداء جدا اول شيء ان احنا نكون في ضيافتك انا والجمهور الكريم من خلال هذا البرنامج. احنا لاول مره نزور بيروت الحقيقه، يعني وسعدنا جدا في الجو الجميل اللي فيها، واللي اسعدنا اكثر واكثر عفويتك ورحابه صدرك في نفس الوقت. الله يخليك، اهلا وسهلا فيكم، انا بحبكم كثير يعني انا الكويت نقطه ضعفي من ناحيتين. اي والله من كلنا واحد كلها. ولما عرفت انه تلفزيون الكويت اجلت سفري اليوم لحتى اكون معكم، وهذا اللي اسعدنا جدا. تسلم، الله يخليك. المهم ان احنا ودنا نبدا من الاخير هالمره، ما نبي نبدا مثل كل مره مع اي ضيف اخر، بما انك ضيف مميز معنا. تسلم. نبدا في البومك الاخير اللي نزلته سهروني، يعني حقيقه كان البوم جميل برده فعل الجمهور ككل في نفس الوقت، يعني صدى جيد جدا وطيب في نفس الوقت. فليت لو تكلمنا عن ردود الافعال اللي حصلتها من خلال هذا الالبوم. هو لا شك انا كنت بفتره بعد هال يعني الجو الفني يعني الغير عادي مؤخرا، او الروتين اللي بنشوفه من خلال الجو الفني مؤخرا، طبعا له اسباب كثير. نعرف شيء من الأسباب شوية، يعني يمكن هو ظهور الفضائيات الخاصة اللي هي مزاجيات يعني مزاجيات تتحكم فيها مزاجيات أشخاص. يعني اليوم أنا راغب منه صاحبي، خلص بعيد. فلان صاحبي 36 ساعة بال 24 ساعة يحط. يعني هيدا اللي صار، وخصوصا هل العصابات اللي تركبت، وانا بطبعي بعيد عن العصابات. فكل العصابات الاعلاميه اللي بتشوفها الموجوده بالجو الفني لازم تلاقي راغب خارجها وراغب مقاوم لها. لهالسبب شفت كثير يعني
روتين يلعب بالجو الفني بشكل غير طبيعي وتتحكم فيه الفضائيات الخاصة. قررت أنه لأني أنا مش من ضمن العصابات أني أتميز وأتفرد وأشتغل بهدوء وبصمت. الصمت هذا اللي خلى الكل اللي ما بيحبوني يراهنوا على سقوطي، وكل اللي بحبوني متأملين بعمل جديد، خصوصا انه العمل السابق ملئ دعم العصابات، يعني دعم العصابات اللي هو دائما على الهواء لانه انتمي لجماعه معينه او لعرفت. فقعدت اشتغل بصمت سنتين. بالفعل كان غيابك طويل. ايه وصورت بصمت واشتغلت بصمت ونزلت وكل الحرب اللي تعرضت لها قبل نزول شريطي واجهتها بصمت. يعني واجهتها بكلمة واحدة انه لن ارد عليكم الا من خلال شريطي الجديد بس. واخذ مني شوية وقت، كنت دقيق باختياراتي. رب العالمين وفقني، لأن التوفيق دائما من رب العالمين. الجمهور دعمني والمتضررين حاربوني بشكل قلبت الحرب عليهم. طيب ابو خالد، انت قلت حاربوني وواجهوني ويمكن اعتدوا عليك من خلال الكلام في صحف وغيره، حتى تحفظوا من خلال بث بعض اغانيك، ليش؟ انا سمعتها اكثر من مره. لاني ما بعرف وطي راسي. بكل بساطه انا حر بكلمتي، حر بتصرفي، حر بقناعاتي. في ناس بيستكتروا على الإنسان أو على الفنان أن يكون حر برأيه، بحبوا أنه الفنان يكون عبارة عن ماشين، مكنة تتكلم باسمهم وتجامل بشكل غير جميل، يعني غير مش يعني ما بيعطي صورة الفنان الحقيقية. نعم. وبما أني أنا ديمقراطي وأؤمن بالديمقراطية بحياتي، كلمة ومضمونا. ايه بالضبط. اؤمن برأي الاخر واؤمن بانه انا لازم اقول رأيي. لما شفت كثير اغلاط قلت يا جماعة هذه كثير اغلاط، يعني هذه صارت اشياء في الى اهداف تانية غير الفن، ونحن جماعة بنشتغل الفن. فحاولوا اغرائي بشكل او باخر. قلت لا، ما يعني لن ادخل هذه المافيا يعني. ولما قلت لا، حبوني يحاربوني بشكل او باخر، يمكن بشكل شخصي تعرضوا لي، يمكن بشكل شخصي. ومؤخرا يعني اكيد عرفوا اني انا لازلت عند ارائي ولازلت عند قراراتي وعند قناعاتي. وصلت لهم القناعه، حريتي. ان شاء الله يكونوا اقتنعوا بانه الفنان هو لكل الناس، مش ممكن يكون لفئة واحدة من الناس. حلو. وإن شاء الله يكونوا اقتنعوا بأنه الحرب ممكن تنقلب عليهم. وإن شاء الله يكونوا اقتنعوا بأنه لو حاولوا قتلي لما رب العالمين بده يحمي، هم مش أقوى من رب العالمين. ذكرت أيضا القتل، احنا سمعت قبل فترة أنك تعرضت لمحاولة اغتيال. حقيقة أنه نجيت بأعجوبي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ومن بعد رجعوا تعرضوا لسيارتي، والله اقسم بالله مش عارف حتى مين الجهه اللي عم تعمل الاشياء. يعني الشيء اللي بيخليك انك تضيع، انه طب مين حدا يظهر بس على الاقل، يعني لو عرفت عدوك لنعرف نتعامل معه. ترتاح هو لو تعرف عدوك لنعرف نتعامل معه، يعني عموما ربنا يبعدك عنهم ان شاء الله، وتختم اذا كانت خطاك ثابته وانت مقتنع فيها. التوفيق من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نرجع لالبومك الجديد، ولاحظت شغله في راغب علامه على مدار البوماتك السابقه كلها، لا يظهر راغب علامه فقط في اللحن والكلمة، وإنما يظهر راغب علامة دائما في اللحن والكلمة والصورة والشكل والتصوير، وتتغير حتى شكلك على قولة ممكن يقولون اللوك، نيو لوك بالنسبة لبارة. مرات يعني مرة من غير شنب، مرة شعر طويل، مرة مش عارف، يعني سوالف طويلة. يعني ما شاء الله عليك تهتم في أمور دقيقة جدا. والله ليك. ولا الفيديو كليب الاخير اللي عمل سهروني، يعني كانت فكره في الفيديو كليب وفكره في الشكل ايضا. انا اول ما شفتها
يعني تصدق اني انا يمكن لو ما اعرف صوت رغبه علامه وما احب صوت رغبه علامه يمكن للوهله الاولى ما راح تعرف استغربت. اي صح لك هو لا شك التجديد مهم وانك تطلع دائما بشكل انت حابه ليك. صدقني اني انا ما بشتغل علوك انا شو بيجي على بالي بعمل يعني. وقتها المخرج قال لي نشيل الشنب، قلت له شيل الشنب دخلت ما اخذ الموضوع ثانيتين. قال لي ايش رايك لانه الانيميشن وشنب ومش عارف بدنا نكون الوجوه شوي نقرب لبعض. قلت له رايك هيك؟ قال لي ايه. صراحه هيك ثانيتين فكرت قلت له عندك حق. دخلت شلت الشنب وطلعت له مين هذا؟ هذا مين؟ فالناس استغربت ويمكن بعض الناس زعلوا. ولا شك كان الميك اب المكياج كان عالي جدا وكان يعني هيدا مرسوم من قبل المخرج. المخرج بده الميك اب يكون لهدف، بده ما يبين ابدا اي شعر ابدا ابدا، لبل بده يتحكم بالالوان بين الانيميشن وبين وشي. فلهالسبب وانا قلت يعني انه طالما هذه تخدم روح الاخراج ليش لا؟ مش وانا كثير بايام بشيل جنب برجع بربيه، برجع بربي دائما، برجع بشيلها. شو بيجي على بالي التغيير مطلوب؟ لا شو بيجي على بالي؟ بيجي على بالي هيك بعمل روح عند الحلاق بقول له خفف لي او بقول له شيل لي شنبات هيك بيجي على بالي بس. يعني ما انا مخططه كثير وما انا مش اخذ كثير دراسي. عمل بده يصير يصير هيك. انا اجي على بالي انه اليوم اطلع بكاسكيت احط الهد وحط النظارة وبطلع هيك. في كثير ايام بطلع ما حدا بيعرفني، بكون حاطط الهيت وحاطط النظارة او معظم اوقاتي هيك بطلع في الشارع يعني. ايه بكون كثير مبسوط انه عم بطلع ما حدا عم يعرفني. عرفت كيف؟ هلا انه مش انه ما حدا عم يعرفني، بدل يمكن 40% من الناس مشبهين. لا 40% من الناس بدل تعرفك اكيد، بس انه 60% من الناس ما تنتبه انه ان واحد مغطى ثلاث ارباع وشه. بلاقي هيدي فيها متعه بالنسبه لي. ويمكن يوم من الايام صور هيك بهالشكل كمان الناس بتعرف. طيب كيف كانت ردود الافعال خصوصا في البيت عندك؟ لا البيت عندي كانوا متطلعين بالتصوير. اها. انما في انقسم الجمهور قسمين، ثلاث اقسام. ناس ما علقوا، قالوا عارف ما في، ناس زعلوا كثير. ليش؟ انه بدهم معودين علي بالشنب من 20 سنه يعني. عرفت كيف؟ هو والشنب يعني اللي بقلي. وناس كثير حبوا اني عم بشوفوا رغبه جديد هلا. عرفت؟ لانه صار لهم زمان بشوفوني هيك. نعم بشوفوا رغبه جديد. واكيد انا بحترم كل الاراء يعني. عرفت؟ ولو اني انا بحب نفسي بشنب انما خفيف جدا مثل ما هلا. ابو خالد، هذا الالبوم شكل لك محطه هامه في حياتك. نعم. يا ريت تكلمني عن الاهتمام في هذه المحطة. نحن دخلنا سنة 2000. اها. وأنا بالـ80 بلشت عملت محطة مهمة أول 80. وبالـ90 عملت محطة مهمة اللي كانت قلبي عشقها والعيون. وهلا أنا كل 10 سنين لازم بأولها أعمل شيء بومينج يعني يكون انطلاقة قوية. بس أكيد أخذ وقت، أخذ شغل، أخذ يعني أخذ مجهود كبير. عرفت؟ وبعتقد انه اهم من كل شيء انه كان بعد راحه يعني. انا ارتحت اعلاميا. انا طلبت الراحه الاعلاميه. نعم. كل فتره من الفترات انا كل 7-8 سنين 9 سنين بيجي على بالي اني ريح شوي لحتى ارجع انطلق اعمل انطلاقه تكون جديده تكون يعني ملفته. وهذا اللي حصل بشريتي. محطة مهمة لأنه يعني الشريط نجحت فيه عدد كبير من الأغنيات. بالفعل مش أغنية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، أكثر. وهيدي بالنسبة لي كأنه 4 شرايط يعني. صحيح. عرفت؟ عم بطلع على المسرح بشعر بحب الناس للأغاني كلها، بشعر بحب الناس، إنه بشعر بشهادات التقدير اللي الناس بيعطوني إياها. بالفعل. واكيد ما بندم ولا على اي لحظه من اللي اشتغلت فيه بشريط لانه جزء من تعبك يعني مثل اخذت شهادتك. بنوصل بال على المسرح بدي اغني دويتو. طب في كثير بنات عاشوا قصه دويتو يلي بين راغب واليسا بحلمهم وبخيالهم. نعم. فهلا متبع طريقه بالحفلات
دائما بختار فتاة او اثنين احيانا يكونوا قبل الحفلة ولا اثناء الحفلة؟ نو نو انا على المسرح. نعم. بقول هلا بتغيب بتروح. مين بدها تغني؟ فبيطلع اسامي وبيطلع صبايا بيرفعوا ايديهم بشاركهم معي على المسرح. وحقيقة يعني اني اكتشفت كثير مواهب من وراء هالاغنية، لانه بكل حفلة عم بكتشف انه فتاة صوتها حلو وشكلها حلو عم تطلع تغني. يعني رغد ألمها وفجر المواهب لدى الكثير من الناس. السلام عليكم حبيبي. الله يخليك. جميل دائما سواء في الكاسيت او في حتى اللايف، انا اول مره احس بمتعه اللايف. ما هيك على طبيعتها وهيك تلحنت الاغنيه، والسبب بتلحينها ابني خالد ما شاء الله. لانه كان دائما يقول لي يا حبيب قلبي يا دادي، يا حبيب قلبي يا دادي، يا حبيب قلبي يا دادي، ينط هون ويقفز. فرحت انا حاطط ايدي على الاورج قايل له يا حبيب قلبي يا دادي. الله. فلما هيك قلت والله حلوه هالجمله. فرحت مكلم الشاعر قلت له عامل اغنيه هيك حبيب قلبي يا دادي، فقلت له نعملها يا غالي لانه الجو تبعها حلو. وفعلا اكتملت الاغنيه، طبعا الشاعر هو طوني ابي كرم، والحمد لله كانت سريعه انه تنعمل، واجواء يعني ما عذبتنا بالفعل، جميله جدا يعني. حتى من خلال تصويرها ايضا كان مميز، انا شفت الكليب كان مميز جدا يعني. الكليب كثير بسيط جدا، بس جماله ببساطه. نعم. ايضا ابو خالد يعني للعلم ان في بداياتك تلمذت على ايد الاغاني المصريه. نعم. نوعا ما، ومن ثم غنيت اللون الخليجي. نعم. وايضا اتقنت في اللون الخليجي. نعم. ولكن بعد فتره يعني ما هو المحور الاهتمام بالنسبه للفنان راغب علامه؟ يعني جربت اللون المصري وايضا اللون الخليجي في نفس الوقت. ليك لا شك انا تلمذت اولا يعني على الاغاني الجميله سواء بلبنان بالخليج بمصر، وكنت من عشاق فيروز وصباح ووديع الصافي ونصر شمس الدين ومحمد جمال. بهذيك الفتره كان مطرب شبابي طالع، وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائريه وام كلثوم، هالاغاني الجميله يلي فعلا تعلمنا نغني يعني من هال الابداع اللي هن ابدعوه. تعلمنا تعلمنا نأدي، وتلمذت ايضا على وتدربت على اغاني القدود الحلبيه استاذ صباح فخري. نعم. كان كل شيء جميل. حب يعني انا وطفل يعني صغير ردد واجي واحمل عودي وتعلمت العود هيك بيعطيني الناية واغني. وبعدها القدود الحلبيه تمكنت من الغناء والليالي والاهات ومش عارف ايش، كنت لسه طفل صغير. ف يعني لهالسبب دخلت يعني بشكل عربي واسع، وكنت من اول الاشخاص بالجيل الجديد يلي غنوا الاغنيه الخليجيه من خلال تعاون مع الدكتور عبد الرب ادريس، مع الصديق محمد البلوشي. نعم. مع الدكتور يعقوب الخبازي، مع عدد يعني من الملحنين الشباب والشعراء ايضا بالخليج. بس الحقيقه احنا يعني نوعا ما كجمهور راغب علامه يعني اعتقد حتى الكل موافقني يعني احنا زعلانين منك حيل. ليه؟ لان الالبوم الاخير ما كان فيه اغنيه خليجيه، ما تضمن اي اغنيه خليجيه. ليه؟ وهذا عتب لمحبين يعني. لا صحيح صحيح، انا يعني لان احنا تعودنا عليك في الوان خليجيه. صح. جميله جدا. صحيح. يجوز والاغاني الجميله اللي كنت تغنيها. صحيح. لاقول لك ليه، اخر يعني بالشريط الاخير اللي هو حبيبي يا ناسي كان عبالي غني اللون الخليجي. خلينا نكون صريحين،
سمعت كثير الصراحه استمعت كثير من الاغاني من الملحنين ومن الشباب من الخليج. لقيت بهديك السنه بهديك الفتره بالذات كان في روتين بتلحين الاغاني. كنت عم بقعد بسمع الملحن هيدا والملحن هيدا والملحن هيدا كله نفس الجمل. يمكن كثرة الانتاج الخليجي خلى انه الملحنين انه يدوروا تتشابه. بس بوعدكم انه انا مؤخرا اصطدت اغنيتين من الكويت، اغنيتين جميلتين ان شاء الله حيكونوا بألبوم جديد. ما تقدر تتحدث عنهم؟ بلا بقدر اتحدث. بدي اقول انه سامع مين ومع مين؟ سامع بالجريح. سامع بالجريح اكيد سامع فيه. نزل لي الدم بهالاغنية. فالجريح الجريح في الحانه يرجع بالحانه وبكلماته. اوكي. طبعا مشاهدينا الكرام الكل فيكم يعرف الملحن الجريح، له العديد من الاغاني الجميله اللي نتمنى ايضا نشوف اياك يعني شيء جميل يجتمع الجريح مع الفنان راغب علامه. ليك اليوم نحن عم نصور، مش رح اقول الديت تاريخ امتى، مش عارف امتى حتعرضوا، بس بقول يوم التصوير هذا قبل بيوم اصطدنا اغنيتين جميلتين وعدنا بهالقعده بالزيت انا والجريح والشباب واصدقاء من الكويت واشتغلنا الاغنيتين. صرنا الساعه 2 بعد نص الليل اللي خلصنا الاغاني لتكون بالالبوم الجديد ان شاء الله اللي حيطلع بال2001 بال2002 باذن الله. يعني احنا لنا السبق في معرفه تعاونك مع الجريح. هاي اول مره بطلق الخبر وما راح يكون سر بعد اليوم. واول مره لانه اساسا هو صار امبارح بالامس يعني اللي حصل الموضوع. وانا سعيد بهالتعاون لانه اغاني اقنعتني واعتقد هيك بشعوري وبخبرتي بانه ستقنع المستمع لانه اغاني جميله بمعانيها وبالتركيبه تاعتها باللحن يعني التركيبه كلها لابسه حلو الاغاني. ممتاز ان شاء الله. طيب ابو خالد فما تزعلوا مننا صلحناكم هلا. لا ان شاء الله. طيب احنا تعودنا دائما من خلال لقاءاتك التلفزيونيه او حتى الصحفيه المنطقيه والواقعيه والصراحه موجوده في راغب علامه. لذلك عم تخوفني تفضل. لا ابدا الله يعينك، حيحرقوا لنا سياره ثانيه بعدين. يلا تفضل. لا ان شاء الله ما كل الخير باذن الله. في احدى سنوات انا يمكن قرات في احدى المجلات الفنان راغب علامه يهاجم نوعا ما الفن المصري رغم انك انت غنيت لهم الكثير. غير صحيح. ورغم انك انت استفدت منهم الكثير في نفس الوقت. ما هذا جوابك يعني بكذب الشائعات هذه. انا لم اهاجم بيوم من الايام اي نوع من الفنون. يعني انا بدي اهاجم فن وانا بغني، كيف هالحكي؟ بيحاولوا انه يعني يتزاكوا علي احيانا بكتابات. بيشوفوا انه نجاحي زاد الدوز تبعه شوي فبقولوا لنأثر على شعبيته مثلا بالبلد الفلاني او البلد الفلاني. سواء بمصر الحبيبه اللي بحبها كثير وبحب شعبها كثير وقدر نجاحي بهالبلد وقدر تعاطي الجمهور معي بمصر يعني. وببلاد اخرى ايضا يعني الشائعات هذه طالتني وين ما كان، طالتني بالمغرب، طالتني بالكويت، طالتني. احنا ملاحظين هالشائعات وراك يعني لكذا سؤال اسالك اياه ايضا تجاوبني بنفس الشيء، شائعات ومحاربه واضطهاد في نفس الوقت. يعني انا بكل تصاريحي يعني علنا تلفزيونيه والمقروءه والتلفزيونيه تحديدا بحكي البديه، فليش اقول احيانا على الصحافه المكتوبه احيانا؟ وبقول احيانا يمكن 2% من الصحفيين ممكن يستعملوا هذا الاسلوب يلي بيعتبروا فيه انه هن بده ياثروا على نجاحي فيه. وانا حقيقه عاده ما برد على الموضوع، بس لانك سالتني بقول انه اللي كتبوا هالمقالات خليهم يشوفوا شغله تنفعهم. لانه علاقتي انا بجمهوري بمصر علاقه وطيده وعلاقه حب غير طبيعيه، فمش معقول من صفحة صفراء ممكن تتأثر يعني. فشوفوا لهم يلعبوا لهم شغلة ينفعوهم. أيضا لاحظنا راغب أن في يمكن قد تكون عزفت عن الفن اللبناني في الفلاوين الأخيرة واتجهت إلى الفن المصري. لا لا لم أعزف عن الألحان الشرقية مثلا. لا 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 لا. هل هذا طلب للانتشار مثلا؟ لا ما صار هالكلام. شريط الجديد
في أغنية يلا يا شباب لبنانية؟ لا، يمكن مقارنة لو نقول مثلا كذا أغنية في كذا أغنية، يعني هناك خمس أغاني ولا أغنية واحدة؟ لا لك، أنا بكل أحوال أنا فنان اليوم جمهوري عربي، والفضل بهالجمهور إني من أول بداياتي انتقيت الأغنية اللبنانية مش لجنسيتها، وانتقيت الأغنية الكويتية مش لأنه تحمل باسبور كويتي، ولا انتقيت الأغنية المصرية لأنها مصرية. انتقيت الأغنية لأنه جميلة فقط. وأنا أساسا بعتقد أنه الجمهور جمهور واحد، ونحن عرب. نعم. والشعب العربي يعني جمهورنا بالكويت يطلبوا نفس الشيء زي لبنان زي مصر. فعمري ما تعاملت بالأغنية وكأنها تحتاج إلى جواز سفر أو إلى فيزا لكي تغنى. أنا حامل لواء العروبة. العروبة. وكثير ناس حاربوني اللي غنيت مصري، وكثير ناس حاربوني اللي غنيت لبناني وهاجموني، يعني ما بقول حاربوني، هاجموني. وكثير ناس زعلوا مني اللي غنيت أيضا لبناني، يعني الواحد ما بيقدر يرضي الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك. أنا بالنسبة إلي شوف أغنية جميلة، وهي بدليل قلت لك انا الشريط الماضي ما لقيت اغنيه عجبتني اغنيه خليجيه فنزلتها. مش انه والله لازم نزل اغنيه خليجيه لانه عندي جمهور خليجي، جمهوري الخليجي حبني بالاغنيه اللبنانيه، وحبني بمغرم يا ليل وتوأم روحي وسهروني الليل، وحبني بحبيب قلبي يا غالي، وحبني بقلبي احتار. يعني الجمهور ما بحب لاني غنيت له اغنيه ينطقها، الجمهور بحب انه قدمت له اغنيه مسته وعايشها ودخلت وجدانه. ايضا عزيزي المشاهد، من المعلومات اللي عندي ان هناك اغنيه جميله للفنان راغب علامه اللي هي ابويا انا قلبي ذاب. انا عرفت انه الفنانه الامريكيه اعتقد او الغربيه فوكسي براون راح تغني نفس الاغنيه. لا مش راح تغني، فوكسي براون غنت حقيقه، يعني اختاروا من كل المجموعات اللي عندي اكثر من 15 شريط، نقوا الشركه الامريكيه، وانا بالصدفه عرفت نقوا أغنية يا أبويا أنا قلبي داب اللي كاتب كلماتها البندر ملحنها دكتور يعقوب الخبازي. نعم. ورايحة عاملة دويتو بيني وبينها فبشكل جميل حقيقة، يعني موسيقيا جميل، إنما الكلام راب، يعني الكلام كتير طريقة الراب، فتترك لي أنا أغني سهران أنا وحدي ليلة ورا ليلة، ولما خلص ترجع هي تغني أمريكي. فراحوا عملوا دويتو معي، وهذا شيء جميل انه يعني الامريكان لقوا بهاللون الخليجي، يعني اختاروا من كل اغنياتي او من كل المطربين العرب. نعم. اختاروا راغب علامه، ومن كل اغاني راغب علامه اختاروا هالاغنيه الخليجيه. وبدي طبعا بدي احيي انا دكتور يعقوب الاخ البندر، لانه لولا لمسوا الامريكان انه فيها شيء ممكن يمشي بشكل بالسوق العالمي ما اختاروا هالاغنيه، ومن غير ما يسالونا راح اشتغلوا. عرفت كيف؟ بس لقت نجاح كثير حقيقه. هذا دليل على نجاحها اكيد ما في شك. احنا بما انك انت تبي تراضي الجمهور الخليجي، يعني خصوصا انك في الالبوم الاخير يعني قلت ما لقيت اللي شيء اللي ممكن يحوز على رضاهم ورضاك في نفس الوقت، ايش رايك ايضا نكسب رضاهم في هالاغنيه وتغنيها لنا؟ اي بس من غير كلمات فوكسي براون لاني ما اعرف. I love you. أعزائي المشاهدين، في هذا المكان الجميل الرائع مثل ما أنتم شايفين دائما يقضي الفنان راغب علامة مع عائلته، مع مدام جيهان اللي راح فيك لأول مرة يمكن تظهرين على شاشة تلفزيون الكويت، وأيضا في بيتكم اللي يقع الحقيقة في مكان جميل جدا. لو يلاحظ مشاهدنا الكريم يمكن رمانة قريبة مبعيدة عليك من هني، يعني وأيضا بيتك اللي موجود هناك اللي قلت يقع على بعد 1100 متر عن سطح البحر. بيتي بالجبل فوق برمانة بشوي، منطقة اسمها ظهر الصواع، وهذه عفوا هذه منطقة صحية جدا للهواء، فيها من أطيب المناخات الموجودة يعني بالعالم. فيقع على ارتفاع 1100 متر من بيروت من الساحل البحر، وبعيدة عن بيروت حوالي 35-40 دقيقة، والطقس جميل على مدار السنة، بالصيف برود كثير، يعني مكان جميل اصلا باين من القعده العائليه هذه، متعودين دائما مدام جان تقعدون في هذا المكان انت وابو خالد والاولاد، انه مش هيدا المطرح الاساسي، عندنا البلكون الاساسي الكبير هيك مسكرينه لانه راغب بحب المطرح الكوزي،
فمسكرينه انه هيدا الاساس لنا بنقعد فيه. نعرف دائما ان كل انسان مشهور له معجبين ومحبين في نفس الوقت، وخصوصا لو كان ما شاء الله كراغب علامه، يعني ما شاء الله معجبين كثير، معجبين صوته ومعجبين اخلاقه وشخصيته في نفس الوقت. فكيف ستتعامل مدام جيهان مع المعجبين؟ انه بطبيعه يعني عادي، انه ما ببالغ معهم، ما بسيرهم كثير وما بكش بوشهم. اهم شيء الثاني بالنسبه لي، اهم شيء الثاني. لا they are nice، يعني هن كثير نايس معي وانا نايس معهم، يعني ولا مره ساعدني موقف محرج او احرجوني او احرجتهم، بالعكس انه طول ما هن نايس معي انا نايس على كل الاحوال. يعني هذا علاقتهم اكثر مع راغب مش معي. احنا يمكن اليوم بالذات، يمكن ما اعوذ بالله، يعني صوت الشارع واضح احنا، ها جت على وقت التصوير. لا ما عندي شيء احلى جو. جو العاب، جو العاب، يعني جو العاب. طيب مدام جيهان، هل توافقين ابو خالد في اعماله، في اختياره للاعمال، في نجاحاته، في حتى كيف تتعاملين لما تسمعين مثلا مقاله قاسيه على راغب علامه؟ كيف يكون شعورك؟ اكيد يعني اكثر ما انه يعني اكثر ما انه لو وجهوها لإلي هيك بحس. يا سلام. ايه طالع. لا بلهي شوي يعني. لا بس اكيد كثير بتضايق، بس بنفس الوقت بعرف انه هيدا سبب نجاحه، فهي ردة فعل لهم بتكون. طيب هل نقدر نقول ان مدام جيهان ناقدة للفنان راغب علامة؟ أو ناقدة جيدة لاختيارات راغب علامة؟ إيه ممكن، بس بيني وبينه، بس بأشياء صغيرة وما إلها كثير أهمية. يعني مثلا البلوزة ما ظابطة، الشعر ما ظابط. لاحظنا هذه على فكرة عزيزي المشاهد، يمكن مدام جيهان تدخلت نوعا ما في هندام أو في زي الفنان راغب علامة، وهذا شيء جميل إن أنت تهتمين في هالأمور، يعني حتى هذه الأمور الدقيقة. لكن احنا نقصد في اختيارات الفنية، يعني تعمل ضد مصلحتها هي. لا كلهم بيقولوا لي لازم تطلعيه بالشيء ليه بتحليه. قال لهم بالعكس، كل ما بيحلى هو اسمي بتطير. انا ذكرنا قبل شوي وراء كل رجل عظيم امرأة، فلا شك لما تكون امرأة مثل ما بيعترف الرجال بهالشيء. لا لا لازم يعترف. بيعترف اندايركت. لا هو بتعرف شغلي، مش ما بعترف، بس دائما بعطيها العين الحمراء. يعني احسن الله يدوم المحبه ما بينكم. الله يخليك، يعني يخليكم حتى اولادكم. الله يخليك تسلم. في نفس الوقت نقدر نقول هذا الرجل متعاون جدا في المنزل. وبكل صراحه لا تجاملينا. لا 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 وحيه الله، انه كثير كثير عن جد، يعني اللي بيشوفه جوا البيت ما بيصدق انه هو عن جد فنان. بيطبخ، بيغسل، بيمسح، اللي بدك اياه. يا سلام، هذا مجرد كلام ولا فعل؟ احيانا بقول له روح يغني مكاني. الله سترك، صوتي ما حلو. يتعاون معك في المنزل. ايه انه كيف يعني بدير باله علينا كثير. روح العقل. ايه بيهكل همنا انه كل شيء، مثلا الاير كونديشن ماشي دائما، هالاشياء اللي دائما بتريحنا. ميكانيكي بتبعك. ميكانيكي يعني. لا لا الاشياء هيك اللي عاده الرجال بيهتم فيها بالبيت. راغب هيك قبل شوي ذكر لي ابو خالد ان خالد دائما قريب الى قلبك، ولؤي قريب الى قلبك. الاثنين او العكس وإلو. ها لا اثنين حقيقة، اثنين قريبين لأمهم. كل واحد ولأني أنا بسافر كثير، لما بيجي بيعطوني دليل الحب، يعني دليل الشو والبروف دامور مثل ما بقول. فبيتدلع يعني بيتدلعوا علي أكثر لأنه أمهم معهم طول الوقت، وأنا خصوصا خالد لما بده شيء يجي يطلب من دادي. مش هيك؟ دادي شو جاب لك؟ شو جاب لك دادي؟ بيج تراك. ها؟ نو جاب له بومب اكشن. جبت لك بباريس بومب اكشن؟ شو صرت تغني؟ شو صرت تغني؟ يا 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 شو؟ يا 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 ها؟ صار يغني يا 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 ويحمل بومب اكشن. ما شاء الله خالد، عسى الله يخلي لك. كم عمر خالد؟ صار عمره 3 سنين وشهرين. ولؤي ما شاء الله.
لأي صار عمره سبع شهور. سبع شهور ما شاء الله، بس أكتف نشط ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه وحاكمه لهيدا. لا هيداك حاكم هيدا. ما شاء الله يا الله. أيضا من خلال اختياراتك أبو خالد تعرض على مدام جيهان أكيد. أعمالك. أكيد كل شيء بعمله سمعه لجيهان وبيأخذ رأيها. إذا حسيت إنه يعني الرأي اللي عم تعطيه صحيح بشتغل عليه بجدية، وإذا رأيتها فرح إحدادي. مثل امبارح قال لي رعد أمه، أعطيت كومنت قال لي لا أنت فوت تطبخي وأنا بخلص الشغل. يعني بياخذ برأيها أكيد بكثير أشياء حبيبي، بمعظم الأشياء. ولو لقيت إنه الرأي يعني منطقي بشتغلي عليه، لو لقيته مش منطقي أو غير قابل للتنفيذ بطلب رأيها بشيء آخر. بشي ثاني توجه بالله أعطيني رأيك بالتاني. طيب أيضا نقدر نقول أحيانا تكون حياة الفنان صعبة من خلال تنقله من بلد لبلد من حفلة لحفلة، فعادة هل ترافقت مدام جيهان في حفلاتك أو مثلا بعد كل حفلة مثلا كيف يكون الانطباع، تحصد لك الآراء إيه ولا لا؟ يعني هي بتسألني بشكل بسيط كيف كان كيف كان الجو، ان شاء الله كنت مبسوط، ان شاء الله غنيت بارتياح. واذا كانت السفرات بالاماكن اللي هي تحب تروح لها زي الكويت اخذها معي. الكويت، والكويت مرحله مهمه في حياه مدام جيهان. نعم. فمدام جيهان لو ننطلق الى الكويت قليلا بما ان نتكلم عن الكويت وذكرياتك في الكويت. يعني احنا عرفنا من خلال أستاذ راقب يعني أن حضرتك مواليد الكويت، وأيضا درستي 18 سنة بس 18 سنة درستي في الكويت. لا أنا خلقت هونيك و 18 سنة تركت الكويت، يعني كان عمري 18. طب حكينا كويتي. هذه نقطة مهمة. ايه بقى ذكرياتي كثير، يعني الطفولة كلها هونيك. فاكرة أحد من أصحابك في الكويت ممكن تقولي له هاي في هالحلقة؟ كتار كتار عن جد. في أي سنة تركت الكويت؟ 90. بالتسعين وقت الغزو. وقت الغزو تركوا الكويت. بس كنت جاي يعني صيف وصار الغزو وبيت. وين كنتي ساكنة في الكويت؟ كان بابا شغله بالفاحيل، يعني يمكن تتفاجئ ليه هونيك، بس بابا كان عنده شغل كبير هونيك، تاجر ألبسة. وبعدين انتقلنا لحولي. هون وهون يعني قضيناها شوي. عموما احنا نقول ربنا يخليكم البعض ان شاء الله. الله يخليك. دائما متحابه. تسلم. وعسى الله يخليكم عيالكم. ونتمنى لفناننا المحبوب الى قلوبنا وقلوب ايضا المشاهدين في نفس الوقت الاستمراريه والتالق. على فكره ابو خالد البساط احمدي مثل ما يقولون، انا اتمنى لك التوفيق في حياتك العائليه والفنيه في نفس الوقت، وايضا اتمنى اشوف اخت او اخ ان شاء الله. ان شاء الله بس شكلها ام الصبيان هي. لا بس ذخر ان شاء الله. احنا نقول ذخر يعني ان شاء الله عزوه. ان شاء الله. اللي بيجي من الله يا محلام. اللهم امين. مهم خلقه كامله وهيدي نعمه زايده. الحمد لله. الرضا دائما هو رب العالمين. يمكن هاجس العبد في حياته دائما. عسى الله يدوم عليكم المحبه. الله يخليك. الله يخليك ويدوم لكم الامان والحب والسلام بدولة الكويت الحبيبة. وإن شاء الله ما تشوفوا أي شر يا رب، ودل الاستقرار والأمان يرفرف فوق هالبلد العظيم. وإن شاء الله يا رب بدي أقول إنه حتى يعني اليوم السعيد اللي بيتحرروا الأسرى الكويتيين إن شاء الله، ويعم الأمان بالعالم العربي، ما يعود فيه مشاكل بين البلاد العربية بين بعضها، ويرجع الأخوة هي اللي تحكم، وما يكون في اي مظلومين من دوله الكويت او من اي دوله ثانيه. الله يسمع منك ان شاء الله باذن الله. انا يمكن في نقطه ما تحدثنا فيها من خلال الحلقه هذه، انا اعرف ان قلبك كبير، واعرف اعمالك الخيريه كثيره ايضا في نفس الوقت، وانك انسان قبل ان تكون فنان. فلنا طموح دائما ان تشاركنا، تشارك الكويتيين احبائك واخوانك في كل افراحهم وايضا احزانهم في نفس الوقت. فنتمنى ايضا نرى لك مشاركه للاسرى، لعوده الاسرى. والله ان شاء الله يا رب، هذا واجب كل مواطن عربي. ونحن دائما زي ما قلنا
ندعي إلى الحب وإلى السلام بالعالم العربي، لأنه اللعنة اللي حصلت بين العالم العربي اللي فرقت الشعوب العربية عن بعضها، خلت العدو الإسرائيلي والأعداء العالم العربي تتحكم فينا وتتحكم بأمان ومستقبل أطفالنا. نعم. إن شاء الله بكون لنا مشاركات بالإشياء السعيدة، ودائما نطلب السعادة للعالم وما نتذكر أي شيء حزين. ما بدنا نحكي عن الحزن، أكيد. ما بدنا إن شاء الله نشوف الحزن بالعالم العربي ولا بالكويت ولا بأي دولة عربية. اللهم آمين. كلمة أخيرة لمدام جيهان في هذه الحلقة. كمان إن شاء الله يا رب تعم السعادة عليكم. مشكل الكويت اللي خلتني اشوف راغب عليهم. قولي. وعلينا وعليكم ان شاء الله يكونوا سنا خير عليكم باذن الله. اللهم امين. عموما شكرا لك على هذه الضيافه. الله يخليك، شرفتوا. لا حدود لها الحقيقه. يا عبي الشوم، اول شيء ما خليتونا نضيفكم، انتم ما في الا تعب واضاءه وتصوير مكان لمكان. كافي رحابه تصدق يا ابو خالد، بالعكس والله قبولك لنا في بيتك ومنزلك. بالعكس، هذا شرف لنا والله.